سؤالان لهما نفس الموضوع، الأمر يتتعلق بتطبيق قانون الماء 95/10. السؤال الأول للنواب نور الدين قربال، عبد الكريم نووي شريع، عبد الملك كحيلي، حسين كرومي، الحبيب شوباني، عبد الإله بن كيران، وعبد الجبار القسطاني من فريق العدالة والتنمية. أحد السادة النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيد السادة النواب المحترمين. أكدت مجموعة من الدراسات أن الأزمة المقبلة هي أزمة ديال الماء، وكيدخل المغرب من بين الدول المهددة بهذه الأزمة هذه. وفي هذا الإطار جاء القانون رقم 1095 الذي علقت عليه آمال عريضة لتحقيق هذه الغاية، اللي هي غاية الحفاظ على تدبير وحسن تدبير المياه، إلا أن الملاحظ هو أن بعض مقتضيات هذا القانون لم تعرف التطبيق إلى الآن. سؤالنا السيد الوزير، ما هي الأسباب التي حالت دون تطبيق كل مقتضيات قانون رقم 1095؟ شكرا. نفس السؤال كذلك آني تقدم به النائبين عبد الصمد قيوح وعلي قيوح من فريق الاستقلال والوحدة والتعادلي. تفضل سي عبد الصمد. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير. في نفس السياق عرفت بلادنا ظروف صعبة من ناحية الطقس، تأثرت منها بالخصوص الفلاحة، وكب هذا الموسم تطبيق قانون 1095 اللي صوت عليه منذ 1995 في البرلمان. يشكل بالنسبة لنا تطبيق هذا القانون صعوبة، بحيث أن القطاع الفلاحي يعيش أزمة غير سابقة، فتطبيقه في هذه الأحيان يعتبر غير ملائم. فما هي الإجراءات التي ستتخذونها مع الوزير؟ وشكرا. الكلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا الجواب على السؤالين معا. شكرا للسيدين النائب المحترمين. أنه ما يمكن أن أذكر به بخصوص قانون الماء 1095 فهو يجب أن ننظر فيه برنامج ومشروع هام يجسد إصلاح قطاع الماء، وبالتالي فهو مطبوع بنوع من السيرورة ومن تسلسل في التطبيق دياله وفي التدرج في تطبيقه. فحقيقة إذا كان تمت المصادقة على هذا المشروع سنة 1995 وكان لابد من إصدار وصدور عدد كبير من النصوص التطبيقية المتعلقة به، الآن أنه تم صدور حوالي 56 نص تطبيقي، والكثير ديال النصوص صدرت في الخمس أو ست سنوات الأخيرة. فهو قانون كما قلت يجسد إصلاح القطاع الماء، وتعتمد واحد المبدأين أساسيين، هو إدخال مفهوم القيمة الاقتصادية والبيئية للماء، وكذلك إدخال بل تطبيق مفهوم التدبير التشاوري في كل ما يتعلق بالتدبير والتخطيط في المتعلق بالماء. وهكذا تم خلق وكالة الأحواض المائية التي يوكل إليها القيام بعملية تدبير الشأن المائي على المستوى المحلي، وتتوفر على مجالس إدارية تسيرها يشارك فيها جميع مستعملي الماء، يتدارسون ويتشاورون في كيفية تدبير الندرة. لأنني أشاطر السادة النواب بأنه الماء في المغرب مادة حيوية نادرة، يجب تدبير ندرتها بكيفية ذكية لكن بحزم في كثير من الأحيان، لأنه إذا أنهينا كل الأوراش المتعلقة بتعبئة الموارد المائية المتوفرة
وسيتم ذلك في خلال العشر سنوات والخمستاشر سنة القادمة. لن يبقى أمام المغرب إلا استغلال الخزان المتواجد اللي غيبقى هو الاقتصاد في الماء، وبالتالي لا بد من تطبيق الماء، من تطبيق مقتضيات قانون الماء حتى نتمكن عندما يعني يصعب تدبير الطلب بإضافة العرض، يجب أن نتمكن من ذلك من خلال ما يوفر لنا الاقتصاد في استعمال الماء. فإذا النصوص التطبيقية صدرت 56 نص تطبيقي، بقي ما يزيد عن 30 نص تطبيقي، هي الآن نحن نتشاور مع مستعمل الماء، لأنه لا يجب أن نكتفي وأن نسعى إلى استصدار النص التطبيقي، بل يجب أن يطبق فعلا، وبالتالي لابد من أخذ موافقة مستعمل الماء وانخراطهم في مضامين هذه النصوص التطبيقية، لأنه تطبيقها يقع على عاتق الجميع، ويجب أن ننخرط جميعا في احترام هذه النصوص حتى نتمكن من تحقيق الهدف المبتغى من وراء ذلك، ألا وهو الاقتصاد في الماء وكذلك المحافظة عليه من التلوث. وشكرا. شكرا. تعقيب الفريق العدالة والتنمية، تفضل. السادة النواب المحترمون، كنشكر السيد الوزير على هذا التوضيح، ونشكره ايضا على الحديث ديالو، على ان حنا فاش طرحنا السؤال ديالنا على مجموعه من النصوص التطبيقيه المتعلقه بقانون الماء 1095، واللي في الحقيقه ان مازال واحد الجزء كبير من هذه النصوص انه هذه المراسيم لم تخرج بعد، والذي خرج منها اللي هي حوالي 56 نص اللي تكلم الوزير، ان التطبيق ديال الحقيقي مازال لم يفعل بشكل، خصوصا ان السيد الوزير الان يتحدث على اننا الان امام حاجه ماسه الى تطبيق هذا القانون لاهميته. السيد الرئيس، هذا القانون الذي بين ايدينا، وهنا بغيت نلاحظ واحد الملاحظه، لان الان احنا عاجزين حتى على اخراج المراسيم التطبيقيه، وهذا طبيعي، لان هذا بغينا نشوفوا الحصيله ديال هذه الحكومه الان في القوانين التي احيلت على هذا المجلس او على مجلس المقارنه كانت ضعيفه، والان حتى النصوص التطبيقيه والتنظيميه حتى هي ضعيفه، التطبيق ديالها والتنزيل ديالها حتى هو ضعيف. الان حنا في الحقيقه امام وضعيه، والسيد الوزير كيتكلم على الماء اللي هو ماده مهمه وماده الحياه، وكيتكلم فعلا على تدبير الطلب اللي هو الان اصبح مسؤوليه الجميع، ولكن الجميع ليس الكل واعي بهذه الاهميه حتى يحسن التدبير. والان كان الان الوضع ديالنا الماء الا كنا كنتكلموا بان في العشر سنوات القادمه غتكون ازمه، السدود الان ديالنا الحقينه ديالها الحقيقيه ماشي هي اللي كتقال، والان كنوصلوا واحد الحقينه اللي ضعيفه، والحقينه ديالها مملوءه بالوحل، هذا كيزيد الاشكال ديال الماء، وكيزيد وكنضيفوا ايضا ان هذه السدود ديالنا انها مهدده، لان هذه المجاري الوديان احيانا ان الجوانب ديالها اللي القانون الماء جاء ليحفظها ويمنع اي مس بها، الان انها تمس بطرق مختلفه، سواء من قبل مستغل الرمال، من قبل مستغل الاحجار، كل هذا، وقانون الماء يتحدث عن هذا، وهذا الشيء كيجعل بان السد الحقينه ديالو من جهه لا تملا، واحيانا يسبب الفيضانات. فالمرجو من الحكومة أن تسارع إلى إخراج هذه النصوص وأن تعمل على تطبيق هذه النصوص. وشكرا. شكرا سي عبد الصمد قيوح، تفضل. شكرا سيد الوزير على جوابكم. في الحقيقة حتى واحد ما كيشكك بأنه المغرب في حاجة إلى الماء حاليا ومستقبلا، ومن طبيعة الحال ما يمكن نتفادوا الخطر إلا باستراتيجية واضحة، ولكن لكل وقت وقته السيد الوزير، هذا القانون بالخصوص فيما يخص وكالات الحوض المائي اللي كيهمها الأمر بالخصوص ديال جهة سوس ماسة درعا، اللي عرفت ظروف هاد السنة كل شيء متفق على أنها سنة ثلاثة جيمات ديال الجفاف والجراد والجريحة، وأكثر من ذلك دابا كاين حتى الجيم الرابع هو ديال الزيادة ديال المازوت اللي
كي تقريبا كيمثل 60% في الانتاج ولا في تكلفه الانتاج. السيد الوزير لما توصلوا الفلاحه بالخصوص الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الفلاحي توصلوا بهذا الانذارات ديال الاتاوي قامت واحد الضجه كبيره. فاحنا اللي كنطالبوا بكم نطالبكم السيد الوزير مراعاه لهذه الظروف التي تجتازها البلاد وبالخصوص جهه سوسمه الصدراء التي تعتبر جهه منكوبه، فكنطلبوا منكم السيد الوزير على الاقل تعليق تطبيق ديال هذا القانون ديال 1095 على الاقل السيد الوزير يكون تعليق ولو لمده محدده. حنا كنتظروا الزياره ديالكم للجهه ديال سوسمه الصدراء السيد الوزير باش تلاقاو مع الفلاحه وتذكروا معاهم والناس اللي كيهمهم الامر باش على الاقل تصنتوا لهم عن قرب. السيد الوزير حنا كفريق استقلالي بغينا نتقدموا بواحد التعديل فيما يخص البنود اللي كتخص هذا القانون. كنطالبوا منكم السيد الوزير باش تاخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار وتاخذوا بالخصوص الظروف الحاليه وهذه المحنه اللي كيعيشها القطاع الفلاحي لتاجيل هذا القانون. وشكرا. شكرا. تفضل سيدي الوزير، مازال عندكم من الوقت. اولا اريد ان اؤكد السيد النائب المحترم انه المصالح ديال اداره هندسه المياه تقوم بتتبع دقيق لما يسمى بتوحد السدود، وانه نقوم بالقياسات بل ننشرها حتى في توجد في منشورات اداره هندسه المياه ويمكن ان يطلع عليها كل من احب ذلك. ما ننشره فيما يخص حقنة السدود هو أرقام حقيقية ثابتة أؤكدها لكم من خلال هذا المنبر، وأنه بالنسبة للقيمة الاقتصادية ديال السد ولا حتى ديال الماء أنه هذا الحجم ديال الحقنة المخصص للتوحل يؤخذ بعين الاعتبار عند إنجاز التصاميم الأولية، لكن مع ذلك نقوم بإجراءات فعالية السد للحد من الواردات الصلبة التي تكون هذا التوحل. أما بخصوص جهة سوس ماء صدرعاء فحقيقة أريد أن أقول إنه إذا كان هناك من مستفيد من تطبيق قانون الماء ففي تقديري ستكون هذه الجهة الأولى، لأنه هي التي لها مصلحة عليا ومصلحة كبيرة في تطبيق هذا القانون بحذافيره، لأنه جهة سوس ماء صدرعاء الطبقة المائية للسوس تستنزف تتمشي منها متر ونص ولا جوج الأمتار سنويا، وهذه التجهيزات الفلاحية كلها يعني إذا لم يتخذ ما نحن بصدده والذي يوجد على عاتقنا جميعا ويجب أن نتعبأ له كلنا، أعتقد أنه هذه المساحات السقوية ستكون في محنة مستقبلا. إذا كان هذه السنة عرفت مشاكل وشاطرك الرأي بأنه عرفت مشاكل هذه السنة في بعض المناطق في المملكة ف يمكن ان نتدارسها ويمكن تصريح لا بد منه ديال الاتاوت، لكن يمكن ان نتدارسها بخصوص تاجيل بعض التسديد بالنسبه للفئات الاكثر تضررا.